بتقول لها في التليفون ده انا تعبانه وزهقانه وحاسه ان انا هضيع. لا ما تذاكريش اي حاجه، انت ما تذاكريش الا شويه الاسئله اللي هيدوم لك الاستاذ عبد الوهاب بس. بعدين قلت اسمه. والله ما كنت عايز اقول اسمه، اديني يا عم قلت اسمه. والله ما كنت ناوي اقول اسمك، بس هو طلع. يا سبحان الله يا اخي، عايزين نتعرف على ابو وهاب مين؟ بتاع البحيره اللي بالصدفه حط الامتحان نتيجه ان اللي موجودين في مكتب المستشار ليهم ناس في الثانويه العامه، فكان لازم يرشحوا حد من بره المكتب. فراح الاستاذ صاحب الكتاب الكبير المعروف راح مرشح الاستاذ اللي بيدير له الجروب. هنفضح بقى كله. راح الاستاذ اللي بيدير له الجروب راح حط الامتحان، مش حط الامتحان، هو راجع الامتحان النهائي وخد الامتحان، دخل منه من ايده، دخل على مطبعة الشرطة، محدش شاف الامتحان في مصر الا هو، واي حد غير كده مفيش. والمسؤول الاول والاخير عن تسريبه هو، لانه اتاخد من ايده اتحط في مطبعة الشرطة والطبع الامتحان. سعادتك بتحله، سعادتك بتحله مع الطلبة في ليلة الامتحان، فيديو فيديو. انا ما شفتش كده خالص في حياتي، كنت داخل انام بس بصراحة المنظر من عيني، نفسيتي تعبت. والله نفسيتي تعبت، لان فعلا كل حاجة، كل حاجة، او كل واحد ليه طاقة. يعني الواحد بيقابل حاجات صعبة وحاجات، بس بالشكل ده الموضوع صعب اوي. انت وسخ، انت شخص وسخ بغض النظر عن اي حاجة، وذنب العيال كلها في رقبتك. والله ما اسيبك، مش عشان انا ما اعرفكش شخصيا، انا كل اللي اعرفه عنك هو تعامل على الفيس بس، يعني كده يعني، حتى عمري ما قابلتك في حياتي ولا شرفني قبلك ولا عايز اقابلك، ويوم ما اقابلك اجيب لك عيش وحلاوه في السجن. يوم ما اقابلك هجيب لك عيش وحلاوه في السجن واخد معاك سيلفي. اشوفكم على خير. انا كده خلصت الكلمتين اللي عايز اقولهم، وربنا يستر يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.